السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غير اقترح لكم واحد الفيديو روعة مكان، غادي تشوفوا كيفاش أن المغرب يعني زعما كيخليك هذا الفيديو يخليك تفتخر بأنك مغربي. كيفاش صبحوا الدول، جميع الدول كتغنى بالمنتخب المغربي، وبليطو كتغنى باسم المغرب. الاسم المغرب راه صبح واحد العلامة خطيرة صاحبي، راه هاد التوني هذا والله حتى خاصو يتباع بألف درهم. عرفتي شنو كيفاش القنوات الأجنبية في أمريكا اللاتينية، الأرجنتين، الإسبان، الألمانية، كيفاش كيتكلموا على المنتخب المغربي؟ راه داكشي روعة مكان. داكشي علاش غادي نختار معكم واحد مجموعة ديال الصحفيين العرب، وغتشوفوا كيفاش كيتكلموا على المنتخب المغربي. وفعلا هادو هما خاوة خاوة، ماشي بحال هادوك صحاب هوك كيتمناو لك الخسارة ولا ربحتي كيبقاو يقولوا عليك لا قجع الكولاسة، قجع الكولاسة، ولا خسرتي كيخرجوا يضحكوا. غتشوفوا اخوان العرب كسرتوا العراقيين خسروا معانا، ورغم ما ذلك كيشاركونا الفرحة وفرحاني على ان المنتخب المغربي داز الدور الثاني. بلا ما نطول عليكم، انا جيت سعيد وغادي نقترح عليكم هذا الفيديو، ونخليكم مع هذا الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه. يعني اللي صار اليوم عمك عيب، والله عيب. عم هذا زلزال طبعا علينا، زلزلنا زين. نزي عوفني، خلي احكي، عوفني خلي طلع اللي بقلبي. صار ايش قد احنا نقول ما يخالف، ودعم 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 لحد ما ندعمنا احنا. اليوم اللي صار مهزلة لعالم كرة القدم. احنا من نقول فوارق فنية، اكو فوارق فنية بين هؤلاء اللاعبين اللي مثلوا منتخبنا الأولمبي وبين لاعبي المنتخب الأولمبي المغربي. وخسرنا اليوم بثلاثة مع أداء هزيل جدا، ومع أنا أقولها مع الرأفة، لأن مش طلعوا خلصوا الموضوع المنتخب المغربي وقعدوا، صاروا يعني هاي كم هجمة صارت عندهم همين حتى بالشوط الثاني. خلف الله على علي جاسم وايمن حسين، حفظوا ما وجه ما تبقى من الكرة العراقية وما تبقى من هذا المنتخب، من المنتخب الأولمبي. يعني اليوم المنتخب المغربي فعل بينا بالمراوغات والدخول والتوغل بشكل الواحد على واحد دولي، الواحد على واحد اليوم يعني أشياء مضحكة للأمانة. هدفنا مصلحة الكرة العراقية، هدفنا أن نشوف منتخبنا الوطني أو الأولمبي مثل ما اليوم المغرب تفتخر بمنتخبها، مثل ما اليوم الصحافة المغربية والجماهير المغربية تصفق وتهلل للمنتخب المغربي. ليش؟ لأن ما صار منتخب عربي أو أفريقي فقط، لأنه منتخب أوروبي، منتخب عالمي، يقوده مدرب وطني اشتغل على نفسه وعنده خيارات حقيقية. أين أنتم يا لاعبونا؟ أين؟ تقولون لي دورينا ما يساعد، تقولون الدنيا حارة، تقولون لعبنا بإعداد لا، كلها أعذار. هاي أعذار الفاشلين. نعم، نكسة كرتنا وسمعتها تلطخت في باريس. لذلك اليوم حقيقة المنتخب المغربي احترمنا واحترم تاريخنا عندما قام مدرب المنتخب المغربي بإبدال أكثر من لاعب، خمس لاعبين أساسيين طبعا بالشوط الثاني، والله حفاظا على تاريخنا وحفاظا على تاريخه. طبعا هو عنده مباريات الدور الآخر، لكن هو رحمنا، يعني رحمنا المغرب، طبعا رحمنا خلال هذه المباراة، صارت كارثة الشوط الثاني، يسجل هدف هدفين ثلاثة وأربعة، لكن قال لك لا أنا بعد خلاص حسمت المباراة دقيقة 36، حسم المباراة خلاص. الشوط الثاني نزل المنتخب المغربي بلاعبين شبان، لكن الشبان تجدهم عندهم الرغبة، الفريق العراقي لم يمتلك القدرة على ردة الفعل أو إيجاد ردة فعل مناسبة لهدف أول للمغرب، هدف ثاني للمنتخب المغربي، هدف ثالث للمنتخب المغربي. أنت شوف الحالة، حالة فنية واضحة، حالة مهارية للاعب باستطاعة أن يتخطى لاعب ولاعبين أو ثلاثة. نعم طبعا اليوم يعني بينت أنه الفوارق جدا كبيرة بين المنتخب العراقي والمنتخب المغربي، يعني فريق التائه لا يعرف أي طرفيه أطول صراحة،
يعني وهذا هذه المباراة خير دليل على أنه المنتخب العراقي يحتاج إلى موهبة حقيقية لمقارعة هكذا فرق، لأن مستوانا لا يتعدى يعني الخليج وبعض الفرق الآسيوية، ولكن هكذا يعني فريق مثل الفريق المغربي يحتاج إلى لاعبين على مستوى جدا عالي. المنتخب المغربي لعب بأداء منتظم، تكتيك عالي، كرة قدم حديثة، هذا رأي الجمهور، يعني على عكس منتخبنا الذي أدى أداء سيء اسمه البعض بالكارثي في هذه المباراة بالتحديد. ومعظمهم بيمارس كرة القدم، عندهم جينات المهارات، عندهم حب كرة القدم. شوف حكيم زياش، هولندا بتتحايل عليه عشان يلعب لمنتخب هولندا ولكن رفض وتمسك بالمنتخب المغربي. شوف إبراهيم دياز، شوف عناصر كثيرة، أشرف حكيمي، منتشرين في أقوى الدوريات الأوروبية، بيلعبوا لأقوى الأندية، فده شيء طبيعي لما فعله منتخب المغرب. وأعتقد مع توالي الدورات المغرب قادرة على المنافسة وعلى الفوز، لأن الحقيقة التخطيط كان جيد في السنوات الماضية وهم بيجنوا الثمار في الوقت الحالي.